للمزيد حول هذه الاستهدافات تنضم إلينا القيادية في تحالف عزم صابرين نجاح. أهلا بك سيدتي في حصاد الفلوجة. سيدة نجاح، حملة تخريب تستهدف أهلا بك حملة تخريب أقول تستهدف قيادات تحالف عزم من خلال إتلاف اللافتات الانتخابية. هل الحملة مقصودة تستهدف تحالف عزم دون غيره؟ تعليقك سيدة نجاح على هكذا سلوكيات. حقيقة يؤسفنا ويؤلمنا أن بعض المرشحين لأكبر مؤسسة تشريعية على هذا المستوى المتدني من الثقافة وقلة الوعي. فعلا العملية ممنهجة ومقصودة ضد تحالف عزم ومرشحي عزم بالتحديد، على اعتبار أنهم وجوه شبابية ناجحة جديدة عازمة على التغيير، لديها برنامج انتخابي ناجح بالإضافة إلى مقبوليتنا لدى الجماهير. اللي حصل يوم وأمس من تخريب للدعايات والصور الانتخابية ما زادنا إلا عزيمة وأصرار على الثبات والمضي بمشروعنا اللي هو ضمن برنامج انتخابي ناجح إن شاء الله يخدم المواطن ويخدم العراق وأهله. نعم، طيب الرسالة التي توجهونها إلى القوات الأمنية وسباق الانتخابات قد بدأ بحملاته ربما ومهرجاناته، كيف يمكن ربما تلافي هذه السلوكيات البعيدة كل البعد عن التنافس النزيه؟ الانتخابات عملية ديمقراطية يفترض بها أن تكون قائمة على معايير من حرية الاختيار والمنافسة الشريفة. ما يحدث اليوم وما نلاحظه من البعض من المرشحين أو الجهات المعنية اللي يغيظها عمل مرشحي تحالف عزم، ده نشوفه منافسة غير شريفة للأسف. اليوم احنا مع من يكون أجدر به أن يمثل الجماهير في مجلس النواب، لكن ما نراه اليوم للأسف الشديد هو ضد المعايير وضد القانون. لذلك رسالتنا نوجهها للمفوضية العليا للانتخابات والجهات الأمنية الماسكة للأرض أن تقوم بواجبها بحماية المرشح لأنه الشخصي والأمن للدعاية الانتخابية. أما موضوع اللي حصل يوم وأمس ما يزيدنا إلا مضي بمشروعنا وعزم وأصرار ونجاح إن شاء الله. إحنا نشفق على هؤلاء لأنهم واصلين إلى مرحلة من الإحباط واليأس وعدم المقبولية لدى الجماهير اللي يجعلهم يقدمون على مثل هذه الأفعال. طيب هل يجب الآن التخوف ربما من احتمالية تصاعد هكذا سلوكيات من مع اقتراب موعد الاستحقاق بالعشر من تشرين؟ قد تتصاعد هذه العمليات لكن ما يأثر بنا، لأن صورنا مطبوعة بعقول الناس وقلوبهم قبل أن تكون بالشوارع. إن شاء الله ما يأثر بنا هذا الأمر، وتبقى يعني كل ثقة أن الجهات الأمنية راح تأخذ دورها وراح تحمي الدعايات الانتخابية وفق معايير اللي انتهجتها واللي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات، وإن شاء الله رب العالمين ما يقدم غير كل خير. القيادية الأمر ما يثنينا. نعم. وعادي تفضلي. عادي إن شاء الله ماضين بمشروعنا إن شاء الله خير، وكل التوفيق لجميع المرشحين إن شاء الله. إحنا ما نرد الإساءة بمثلها، لكن نقول صورنا مطبوعة بعقول وقلوب الناس، ما نحتاج للصور بالشوارع. القيادية في تحالف عزم صابرين نجاح، شكرا لك.